السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة معانا حقنة أدلور عظم تركيز 30، دي حقنة مسكن وسرنجة 3 سنتي. مسحت الكمية كلها، هخرج الهواء اللي في السرنجة. كده الحقنة بتاعتي جاهزة. منديل بكحول ده للتعقيم، منديل ناشف ده هنبقى نحطه مكان الحقنة بعد الخروج. بنقسم القلي 4 أجزاء، بنحط في الربع العلوي الخارجي مسحة بالقطن والكحول. بسم الله، بمسك الجزء اللي أنا هدخل فيه، بسم الله، ثبت الحقنه، بسحب لورا سنه صغيره، ما خرجش حاجه، بعت الحقنه بتاعتي، معلش الشفا ان شاء الله. وبعدين بخرج واضغط لمده دقيقه.